أحبابي في الله، هناك بعض الآيات التي تعالج الرياء والعجب الذي ينزل على القلب، ومن جملة تلك الآيات: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.